بالحسين نسترد الكرامة، بالحسين نقدم أنفسنا شهداء من أجل القيم إعزاز الدين، من أجل الحسين بالحسين نفشي المؤامرات، لذلك بالحسين. لذلك أنا ألخص، الآن تحاك مؤامرة من قبل السلطة، احنا بالحسين نقاوم كل تلك المؤامرات. تصريح من المفتي، تصريح من مجلس الشورى، بيان من وزارة الداخلية، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، والإعلام من كل حدب وصوب يطحن حتى يثبتون مؤامرة علينا، حتى يريقوا دماء أبنائنا وما شابه. لا، لن نسمح، لن نسكت وسنقاوم مهما كانت الترهيبات. ما باقي إلا الملك يصدر أو الديوان الملكي يصدر بيان ضد أهل القطيف وضد عوامية بالخصوص، ما باقي إلا هذا، خلاص انتهى كل حد من وصوب. وأنا أقول للزعامات، السلطة تخيركم بين أن تقفوا معها أو تقفوا مع المجتمع، لا تقبل الحياد. لذلك أكو ضغط، تعال طلع بيان، صدروا احجوا. عجيب، تريد زعيم يتحكى على شعبه، تريد عالم، تريد وجيه يتحكى على الضحية، وإذا ما تحكى على الضحية فالنظام ما يقبلك. وهذا حسن من النظام بالنسبة لنا، لأنه جعلك خيار، ما عندك خيار غيره، إما تقف مع الطاغي أو مع الضحية، هذا النظام. ولهذا نشوف، احنا نبين، نريد نعرف من سيقف مع الضحية يدافع عنه ويكون عونا له، من يقف مع الجلاد. الشهداء قتلوا برصاص الأمن، الذين هم سبب زعزعة الأمن، قوات مكافحة الشعب وإثارة الشغب، هم قتلوا شهدانا. طلعت مظاهر عشرات الآلاف في العوامية تعاطف مع الشهداء في التشيع، ما شفنا صار شيء لأن قوات أمن ما موجودة. وهكذا عاشوراء انتهت، ما شفنا صار شيء لأن قوات الأمن ما موجودة. لكن متى ما تكون هناك قوات الأمن يكون هناك القنص، ويكون هناك القتل، ويكون هناك زعزعة الأمن. أليس ذلك بدليل واضح على أن السلطة هي من تزعزع الأمن وهي التي تكافح الشعب؟ وإيش قالوا؟ قالوا أجندة خارجية أو طائفية. شايفين شعار من الشعارات اللي حملوها، شعار طائفي، هيهات من الذل، هذا مستورد، هذا من الحسين. شعب ما تنداس كرامته مستورد، شعارات كرامة، شعارات عزة، وين الأجندة الخارجية؟ كل كلمة أجندة خارجية، قاعدة ما أدري شنو، حكومة فيها التصرف تصريحات حمقاء، خلاص راحت انتهت. وين الأجندة الخارجية؟ وإيش درع البحرين؟ ليش يروح هناك بعد البحرين؟ هناك مواضيع، ولا أجندة الخارجية في البحرين؟ أجندة خارجية يجيب لهم جون تلموني أو تيموني وغيره من الضباط الأمريكان والبريطانيين حتى يقمعون الشعب. صارت الأجندة الخارجية من وين؟ من الشعب لو من الحكومة. وإيش قالوا؟ قالوا في قوة خارجية، طلعوا التقرير ما في قوة خارجية. زين والله إيران، دعك إيران، أنتم تدعوا أن إيران محتلة جزر الإمارات، تفضلوا، نريد درع الجزيرة، يراوينا عضلاته، يراوينا عض أكتافه، نريد أسود السنة يروح يحرروا جزر الإمارات من إيران، إذا عندهم مرجلة رحن على شعب البحرين يقمعون، يريدوا يقمعون. لا، سنبقى مع شعب البحرين متضامنين لإخراج درع الجزيرة من البحرين وإسقاط آل خليفة، وسنبقى في بلدنا معلنين عن قيمنا وتضامننا مع المعتقلين جميعهم سنة وشيعة، المنسيين وغير المنسيين، ومع علمانا. شيخ توفيق العامري لا، متى يعتقل؟ إلى أن شعب الأحساء يصير عنده حمية باكر تقوله زعزعة أمن؟ لازم الشعب ينطق ويعترضكم، لأن اللي يسكت يصير ذليل. هذا هو طريقة الحكومة. لذلك لن نسكت، لن نهدأ، لن نصمت، لن نتوقف حتى تحقيق كرامتنا والعدالة والحرية.